اخواني اخواتي، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع اخر اخبار فريق الوداد الرياضي. استعد الوداد الرياضي لتحديا صعبا حين يواجه ضيفه نهضة بركان في مباراة يوم السبت برسم الجولة 8 من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي. بعد هزيمته في الدورة السابقة امام مضيفه النادي المكناسي بهدفين لصفر، ولم يعد امام الوداد الرياضي خيار سوى الفوز في مباراة اليوم من اجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة ومصالحة الجماهير. ويدرك مكوينة ان مهمته صعبة جدا في مباراة اليوم بحكم ان بركان يطمح الى تحقيق فوزه الثالث على التوالي والخامس في الموسم الحالي من اجل الحفاظ على مركزه الاول في ترتيب البطولة، وان اي نتيجة سلبية للوداد الرياضي قد تعيد الفريق الى دائرة الشك بل وقد تعصف بالمدرب مكوينة. وقرر مكوينة اجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق فيما ستشهد المباراة عودة محمد مفيد والساخي، واستدعى مكوينة الاسماء التالية: لحراسة المرمى يوسف مطيع المحمدي القزداو، خط الدفاع جمال حركاس مرموق ديراني محمد مفيد ناسيك عبد المنعم بطوين وبوشتا، وسط الميدان آلتر الساخي بيدرنهو اسماعيل المترجي سيدي بونا عمار انزو مبارك الهباس وسيف الدين بوهلا، خط الهجوم ناسي مباينيانغ الرايحي الشادلي مايلولا، وسيغيب كل من محروس محمد بن قطيب بسبب خيارة المدرب. وتمثل مباراة نهضة بركان تحديا جديدا للمدرب مكوينة ليواصل العلامة الكاملة داخل الملعب، إذ فاز الفريق في جميع المباريات بالدار البيضاء. حسب المسبدة الخاص فمديرية التحكيم قامت بتعيين الحكم محسن السوردي لقيادة مقابلة المذكورة والتي تعتبر قمة الجولة 8، وسيغيب عن صفوف نهضة بركان في مواجهة الوداد اللاعب يوسف ضيو بداعي الإصابة، حيث تعرض اللاعب للإصابة في تدريبات الفريق يوم الاثنين الماضي على مستوى أضلاع الضامة من الدرجة الأولى، الأمر الذي سيغيبه عن الملاعب لمدة 10 أيام حسب التقرير فريق الطبي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.